ورجعنا لكم من جديد على ربح العملات الرقمية زي ما احنا متعودين. عندنا بالجديد والحصر النهاردة معانا اير دروب، ومن منصة موثوق منها. النهاردة تكسب تكوين لعملة او لعملات المنتخبات الاوروبية او المنتخبات كلها عامة. اي منتخب دلوقتي بقى ليه عملة، يعني لو جينا مثلا دخلنا كده على عملات بتاع المنتخبات، فاي منتخب دلوقتي ليه عملة، ولكن العملات دي توكوين مش كوين. لو عايز تعرف الفرق بين التوكوين والكوين استنى معانا لاخر الفيديو. النهاردة معانا ابليكيشن ومنزل ايرو دروب حصري، ازاي تكسب عملات انت وحظك تكسب اي عملة من العملات اللي موجود فيها. بالاضافة الابليكيشن فيه ميزة كويسة جدا للناس اللي هي عايزة تستثمر او الناس اللي هي عايزة تكتر ارباحها. فتابع معنا الفيديو، تحياتي للجميع، وندخل في الموضوع على طول. طيب الابليكيشن بيكون سلس جدا، ما فيهوش اي حاجة زي ما حضرتك شايف. ده بيكون واجهة الابليكيشن. لو جيت هنا زي ما انت حضرتك شايف دي كلها منتخبات احنا عارفينها طبعا، غنية عن التعريف بداعي ذكر اسمها. فكل منتخب من دولت ليه توكن، التوكن ده بتكسبه من خلال الابليكيشن ده. طيب هنا محفظتك زي ما حضرتك شايف، العملات اللي تبقى موجود فيها. لسه انا اخدت واحدة دلوقتي، والتانية هنشرحها مع بعض، وهنشرح برضو على الجهاز ازاي تنزل الابليكيشن وازاي تسجل فيه وازاي تبدأ الشغل. طيب هنا دي بتاعت الشغل، خليها للاخر. اخر حاجة من هنا عشان نشرحها دي النوتيسيس، الحاجات اللي هي بتظهر لك بتقول لك مثلا في توكن نزل لمنتخب جديد، او التوكن ده غلي، او التوكن ده مثلا رخص، او مثلا في شامبينيون هيتلعب النهارده او الكلام من ده. فبيقول لك يعني لو عايز تشتري فالكلام ده استغلوها. خلينا نشرحه بعد ما نكمل الكلام ده، هنشرحه بعدين. هنا طبعا عند كلمة ماس هنا ممكن بيتيح ليك ان انت تقدر تستخدم بطاقة فيزا لو انت عايز مثلا تحول العملات عليها. فهتظهر لك هنا دلوقتي بطاقة فيزا زي ما حضرتك شايف. طبعا البطاقة دي بتبقى ليك مجاني لو انت في البلاد المدعومة، ممكن في البلد بتاعتك بتبقى مدعومة، لكن دلوقتي الابليكيشن لسه جديد، معرفش ايه مدعوم ومعرفش ايه مش مدعوم، يعني كل حاجة لسه مش معروفة. انما المعروف انك تكسب منه تكوين وتقدر تسحبه بدون اي مشكلة وتقدر تحوله في اي مكان. طيب انا دلوقتي سجلت في الابليكيشن، لسه ما شرحناش التسجيل، ولكن تكسب منه ازاي؟ بتيجي على هنا على كلمة الخريطة اللي جاي زي هنا، وبتيجي على هنا فوق واي مكان وتدوس فيه. طبعا في الاول لازم تفتح الجي بي اس عندك في التليفون عشان يتيح ليك. هيفتح معاك شوية دولت المتاحين ليك انك انت تعدنهم دلوقتي او انك انت تاخدهم دلوقتي. هتكبر بيدك كده زي ما حضرتك شايف. ركز بقى معايا بقى عشان دولت مش هتقدر تاخدهم كلهم، اللي جنبك بس اللي هتاخده. بعد كده لازم تتمشى عشان تاخد الباقي ده لو انت عايز تتمشى، مش عايز تتمشى براحتك. فانا مثلا لو دوست على دي كده، بص هنا هيظهر لك دايرة خضراء. الدايرة الخضراء ديت اللي جوه الدايرة الخضراء كله تقدر تاخده، تمام؟ ايه اللي تقدر تاخده؟ الثلاث عملات دولت، العملة الأولانية بتاع مانشستر، العملة التانية بتاع، مش عايزين نقول الأسامي المنتخبات لكن كلها واضحة قدامكم، تمام؟ دي عملات كلها منتخبات، ده توكن. فأنا لو عملت كده يظهر بقى أي حاجة يعني بالحظ. لو دوست كده فدي عملة، هدوس هنا عليها كده عشان آخدها. بالظبط كده هي اتسجلت عندك. نفس الكلام هنروح للمكان اللي جنبه. طيب احنا خدنا الاولانية، نخش على التانية. نفس الكلام خدنا نفس العملة، نرجع تاني وهكذا لحد ما تخلصهم كلهم. طب شايفين بتختلف العملات من تحت، ولكن احنا مركزين على العملة ديت. دي عملة الابليكيشن نفسه، مش عايز اقول منتخب ايه عشان ما تبقاش دعاية، لكن هي كل حاجة واضحة في الصورة يعني المشجعين عارفين. بتغير. طيب اهو شايفين يعني متاح ليك انك تاخد اي واحدة من الثلاثة دول، بيقولك انت وحظك تاخد ايه منهم وهكذا. ركز بقى معايا في الخطوة الجاية ديت. احنا دلوقتي خلصنا الاربعة دول، لو عايزين ناخد ديت هنعمل ايه؟ هتدوس عليها كده، لو هي ظهرت معاك بالشكل ده هيقول لك اتمشى لها زي ما حضرتك شايف، بيقول لك اتمشى شويه دولت عشان تعرف تاخدها لو انت عايز تتمشى. يعني مثلا لو انت مسافر بالطريق بالعربيه بقطر باي مكان، فانت ممكن تفتح الابلكيشن معاك اي مكان قريب ليك، تخش تلم التوكن كله وهكذا. الموضوع ده نفس الكلام، ديت ممكن تبقى قريبه منا بس هنشوف كده ناخد. لا مش هنقدر ناخدها، هيقول لك اتمشى لها. نفس الكلام بالطريقه ديت. تسحب ازاي من الابلكيشن وتودع فلوسك ازاي والكلام من ده زي ما احنا عارفين.
طيب انا انصحك في الابلكيشن ده ما تسحبش فلوسك، لان الفلوس اللي هتبقى موجوده هنا ممكن انت تضعفها في يوم وليله. يعني لو في ماتش النهارده مثلا بيتلعب، فانت ممكن تبدل من الفريق ده للفريق ده. يعني احنا لو جينا كده مثلا على الفريق اهو قدامك كله اللي بيشجع، انت ممكن تبدل من ده لده من ده لده. مثلا الفريق ده بيلعب النهارده قصاد الفريق ده، فاحنا ممكن نشتري ده واثق ان هيكسب، فهو بالنظام ده فبيتضاعف معاك الربح. انت ما بتستثمرش ولا حاجه، بس التوكن معاك موجود. ولكن لو عايز تسحبه سهل جدا، لكن في الاول لازم عفوا في الاول لازم تاكتف الايميل. يعني ايه تاكتف الايميل؟ تفعله، هتيجي هنا على فيريفيكاسيون، علامه صوره اهي وجنبها صح، هيظهر معاك طبعا هنا الحاجات اللي انت عايز تاكتفها. بيقول لك في الاول هنا اكتف الايميل بتاع حضرتك، بعد كده بيقول لك اكتف يعني اكد يعني صورة الشخصية بتاعت حضرتك والبيانات. طيب هتنزل الابلكيشن ازاي؟ احنا دلوقتي شرحنا ازاي تتعامل عليه، هتنزله ازاي؟ هسيب لك رابط اسفل الفيديو، بمجرد ما تدوس على الرابط هتلاقي نفسك في صفحة زي كده. ركز عشان ده اير دروب، لازم تسجل فيه، ما تخشش تاخد الابلكيشن على طول، لازم اول حاجة تركز شوية. هتيجي هنا على كلمة ايديت اهي الخضرة الصغيرة، هيظهر معاك اسمك والايميل اللي انت عايز تسجل بيه، هتقول له اوكي، هتحفظ وهتيجي على رقم واحد وتقول له عايز اخد رقم واحد. تمام، هيقول لك علم لي ان انت مش روبوت، تختار الحاجات اللي هو طالبها منك وبعد كده تقول له اوكي، بقى عندك واحد فوق. نفس الكلام هتاخد واحد من تحت هنا، وهتاخد 100 لو انت عملت اضافة لحد او لو مثلا حد سجل من وراك. طيب احنا دوسنا على واحد، هتنزل الابلكيشن زي هتيجي عليها وتدوس عليها كده. للاسف انا دوست واحد قبل ما انزل الابلكيشن، فانتوا المفروض تنزلوا الابلكيشن وبعد كده تدوسوا واحد من جديد. طيب لو انت غلطت نفس الغلطه هتيجي هنا كده على جنبها وتلغيها، وهتيجي من جديد في الاول قبل ما تدوس على قبل ما تاخد واحد، هتدوس هنا كده هتظهر لك معاك المتصفح بتاع حضرتك، هتنزل الابلكيشن. بعد ما تنزل الابلكيشن طبعا احنا عندنا الابلكيشن نازل، هترجع طبعا تعمل الحركه الاولانيه اللي احنا عاملينها. خلاص احنا كده نزلنا الابلكيشن، نسجل فيه ازاي؟ التسجيل بيكون سهل، لو عندك رقم تليفون تقدر تستخدمه. كمل معانا في النهايه عشان في ثغره للناس اللي هي عايزه تستخدم الثغرات. طيب في الكلام احنا مش محتاج شرح على حاجه، بس احنا هنخرج من الابلكيشن ده عشان نعرف ازاي تسجل فيه. طيب دلوقتي اول ما بتفتح الابلكيشن او اول ما اسيب لك الرابط هيبقى معاك بالشكل ده، هتحط رقم حضرتك هنا، بيظهر ليك رساله. يعني هدخل رقم دلوقتي انا مش بستخدمه، بيتي براي بيتي براي سي سينكو سيتي سي سيتي اوتشو سي سيتي. هيبعت لك كود، الكود المفروض ان هو يجينا على التليفون ده. القط برضو نفس الكلام. طيب وصل الكود زي ما حضراتكم شايفين، 466506 46 نسيت 46 ولا 46 ولا حاجة، فين 46؟ انا غلطت خالص. 546506 546506. أول ما تدخل الكود هيظهر معاك بالشكل ده كده، هتكتب هنا الاسم بتاع حضرتك، وهنا هتكتب الإيميل اللي أنت هتاخد عليه رقم واحد من هناك، فأنت تختار الإيميل بتاع حضرتك. طبعا عشان أنا بسجل فبختار أي إيميل وخلاص، مش هتفرق معايا يعني. وبعد كده بتقول له ريجسترار، لما بتقول ريجسترار بيبقى مبروك عليك انت كده سجلت، بيظهر معاك الابلكيشن بالشكل ده، تبدأ تشتغل عليه من دلوقتي زي ما حضرتك فاهم. هتيجي هنا على لحظة عشان مش واضحة، هتيجي هنا على علامة الشبكة وتدوس عليها كده، وهتيجي هنا فوق وتفعل لو انت مش مفعل الجي بي اس فعله عشان تظهر معاك، وهكذا تبدأ تاخد العملات بالشكل ده وهكذا. اللي يقول لك قريبة منك خدها، اللي ما يقولكش بعيدة عليك ما تبقاش. تحياتي للجميع ونشوفكم في الجديد على ربح العملات الرقمية.